السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رؤية الخنق في المنام. رؤية الخنق في المنام دي من الرؤى التي تدل على الحسد، التي تدل على الحسد، ده بداية. فرؤية من يخنق نفسه في المنام، كون ان انا اشوف ان انا بخنق نفسي في المنام، هذه الرؤية تدل على ان الرائي يفعل بعض الاشياء التي تسبب له الضرر. انت بتعمل حاجات، الحاجات دي وطبعا الكلام بصفة عامة للرجال والنساء، بتعمل بعض الاشياء او بعض الافعال سوف تسبب لك الضرر ومع شديد الاسف. وأحيانا تدل رؤية الخنق في المنام على التوتر والقلق والضغط النفسي. أما رؤية شخص أعرفه يخنقني، هذه الرؤية تدل على الفرج. رؤية شخص بيني وبينه عداوة، في شخص في الحقيقة بيني وبينه عداوة، وهذا الشخص رأيته في المنام يخنقني، فهو يحاول إيذاؤك بالفعل في الحقيقة. أما رؤية أنك تخنق شخص، هذه الرؤية تدل على بعض العوائق أو المشاكل في الحياة. رؤية الخنق أحيانا يا جماعة تدل على ارتكاب بعض الذنوب والمعاصي، وأحيانا تدل على بعض الأزمات ومع شديد الأسف. رؤية أن سبب الخنق الطعام، يعني أنا باكل وحسيت أن الطعام وقف في زوري وحاولت ان انا يعني سبحان الله العظيم احاول افادي الحاجه دي، لا حسيت ان انا ممكن اتخنق بسبب الطعام. هذه الرؤيه تدل على صفات للرائي، صفات غير حميده، فهو شخص طماع وعنده جشع، شخص طماع وعنده جشع. رؤيه البنت العزباء ان هناك شخصا يخنقها تدل على الحقد. نفس الرؤية بالنسبة للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على شعورها بالعجز، لو شافت ان في حد بيخنقها فهذه الرؤية تدل للمرأة المتزوجة على العجز، العجز عموما عن اي شيء. رؤية المرأة الحامل للخنق تدل على خلافات زوجية، وقيل تقصيرها في طاعة ربها ومع شديد الأسف. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.